وبجد ما تخافش على الاهلي بعد اللي احنا سمعناه في الجزء اللي فات، لانه راس الحكمه الاهلاويه المهندس عدلي والدكتور طه اسماعيل عندهم هذا القدر من التفاؤل المحسوب التفاؤل الحذر والحذر بحكمه، وقلب الحكمه الاهلاويه وروح الاهلاويه في الاجيال بعد كده، كابتن وليد صلاح والكابتن محمد فضل ومعاهم الكابتن احمد شوبير كابتنهم هما الاثنين، عندهم هذا الانطباع الايجابي جدا انه اهم حاجه ظهرت في الفريق الروح العاليه، وعلى هذه الروح يمكن البناء كتير من كل الاطراف. لكن العناصر الجديده اللي ظهرت في الفريق سافيو البرازيلي وشادي حسين، يمكن دي اكتر حاجه تهم الناس. راي الدكتور طه اسماعيل بقى وفضل ووليد في الاثنين الجداد تحديدا ايه؟ نشوف في كلمه. برونو سافيو لعيب كبير، لعيب كبير وحريف قوي. شادي جاي وما يزعلش بس هيجيب اهداف. نفس السؤال، برونو سافيو. برونو سافيو اداء رائع، واضح انه مختلف تماما. نعم. شادي حسين صفقه كبيره للنادي الاهلي. نعم. ان شاء الله باذن الله هيكون مؤثر السنه دي. كابتن طه، برونو سافيو. برونو سافيو انا كان حتى بقول سبيته بفيرمينيو لعيب كوره. اولا بيلعب زمايله. نعم. هو بيراوغ كويس وبيسيب كوره كويس، لكن بيلعب زمايله كمان. بعدين شادي اجريسيف داخل 18 ومهم جدا، مش عارف ما جابش جوال النهارده لكن بروميسنج هيجيب جوال بعد كده. طيب. بعيدا عن اعلام الموز، اراء فيها قدر من الاعجاب بالصفقات الجديده وخصوصا سافيو اللي الثلاث كباتن الكبار اللي في يعني شافوا فيه حاجه ما شافهاش اخرون، فبرضه كل ده هنقابله بتفاؤل حذر.